في كل حاجة. طيب نبتدي النهاردة بقى أول خبر النهاردة. طبعاً النهاردة كانت أول يوم في امتحانات الثانوية العامة مادة اللغة العربية للمرحلة الأولى والتربية الدينية للمرحلة الثانية. طبعاً ده أدبي وعلمي على مستوى الجمهورية. عدد الطلاب في المرحلتين 410 ألف طالب وطالبة، هيمتحنوا قدام 1358 لجنة. دكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم في الحقيقة يعني قام بجولة تفقدية، المفروض أنه كان هيزور من خلال الجولة دي مجموعة من المدارس يعني في أكتر من محافظة على أساس يتفقد يعني حال الامتحان ماشي إزاي. ابتدى الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم بأول مدرسة، كانت مدرسة شبرا الخيمة في محافظة الأليوبية، اسمها شبرا الخيمة، شبرا الخيمة ثانوية بنات. كان بيرافقه المستشار عدلي حسين محافظ الأليوبية. عايزين نقول هو بس صرح تصريح كده أثناء زيارته في المدرسة دي، قال إن امتحان اللغة العربية للمرحلة الأولى جه في مستوى الطالب، مستوى الطالب العادي، وجه الامتحان من المنهج الدراسي، لكن الطلبة في نفس الوقت اشتكوا وقالوا صحيح الامتحان كان كويس لكن الوقت هو اللي كان ضيق. عايزين نقول لحضراتكم انه كان من المقرر انه يزور اكتر من مدرسه، لكن في الحقيقه اثناء ما هو في المدرسه دي بيزور المدرسه دي الدكتور احمد زكي بدر جاله اتصال مهم جدا من دكتور سمير سيف اليازل محافظ بني سويف. قال له في الحقيقه حاجه غريبه جدا، قال له ان في النهارده 200 مدرس تغيبوا، هم ال 200 مدرس دول منتدبين من محافظه البحر الاحمر علشان يساعدوا في عمليات المراقبه. تغيبوا 200 مدرس، طبعا كميه يعني عدد كبير، فالمحافظ اضطر ياخد من المدرسين الاحتياطي اللي بيبقوا موجودين في كل في كل محافظه. اضطر الوزير طبعا دكتور احمد زكي بدر يقطع زيارته وراح فورا على بني سويف، عقد اجتماع مع المحافظ ومع مدير التربيه والتعليم، وعملوا حصر لكل المتغيبين في جميع اللجان على مستوى الجمهوريه ككل، وطبعا هيبقى في اجراءات قانونيه هتتخذ ضدهم. بعد كده وزير التربية والتعليم ترك محافظة بني سويف وطلع على المنيا عشان يتفقد برضو الامتحانات ماشية هنا ماشية ازاي. طبعا احنا ما نعرفش ال 200 مدرس يعني عدد كبير قوي تغيبوا فجأة ومن محافظة واحدة، الله أعلم ايه السبب، يمكن تكون وسيلة المواصلات مثلا هي اللي حصل فيها حاجة. عموما يعني اعتقد ان التصرف كان كويس قوي من محافظ بني سويف، واكيد دكتور احمد زكي بدري مش هيعدي الموضوع. هنشوف مع حضراتكم تقرير عن زيارة الدكتور أحمد زكي بدر لبني سويف، عفوا لمحافظة الأليوبية وبالتحديد مدرسة شبرا الخيمة الثانوية للبنات. في أول امتحانات الثانوية العامة قام الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم في تمام الساعة 9 من صباح اليوم بزيارة ميدانية لمدرسة شبرا الثانوية بنات بمحافظة القليوبية وبصحبته المستشار عدلي حسين، وذلك للاطمئنان على سير امتحان اللغة العربية للمرحلة الأولى. ما حدش يقدر يقول حطوا امتحان صعب ولا حطوا امتحان سهل، لان دي معايير علمية بيلتزم بيها كل اللي بيحطوا الامتحانات. الحاجة التانية ان الامتحان يقيس فعلا اللي حصله الطلبة طول السنة ويفرق بين الطالب المتفوق والطالب الأقل والأقل وهكذا عشان يكون في عدالة بين الطلبة جميعا. ورق الأسئلة واضح جدا وما فيهوش أي مشاكل، ورق الإجابة برضو الحمد لله ما فيهوش أي مشاكل، والطلبة يعني أنا شايفهم كده بشوشين، وإن شاء الله يعني ربنا يوفقهم بإذن الله ونلتقي بإذن الله بقى وإحنا بنبارك لهم بالنجاح والتفوق إن شاء الله. أول مرة يفوض المحافظين في عملية الرقابة والإشراف في اتخاذ القرارات السريعة المناسبة لأي طارئ في العملية التعليمية، وده ما حصلش قبل كده. وبعد انتهاء الامتحان توجهنا لبعض المدارس لمعرفة آراء الطلاب. الامتحان كان الحمد لله سهل جدا وكان حلو قوي، واحنا كلنا طلبة مستوى متوسط او عالي او اقل كمان كانت تقدر تحل الامتحان بكل سهولة. الادب والبلاغة اصعب حاجة، بس كل الاسئلة كانت حلوة بس الوقت كان قليل، كان محتاج وقت اطول، يعني هو يعني في ناس ما خلصتش واللي يخلص ما يلحقش يراجع. في اسئلة برضو اسئلة يعني مش ما كانتش متوقعة في القراءة وكده، بس النحو والحاجات دي يعني سهلين الحمد لله، اسئلة معروفة يعني. المواعيد بتاعة الامتحان من 1 لـ 4 دي في الحر دوت ميعاد قاتل يعني، بتوع ثانوية عامة برضو يعني لما يكون الصبح حتى يعني الجو لسه كويس شوية. في بعض الفصول ما فيهاش مراوح ودي موجودة جوه ويمكن فيها شباك واحد،
فانا عايز ان دي تراعي، ان المدارس اللي ما فيهاش مراوح تزود بالمراوح بالذات في اليومين الثلاثه الجايين دول. طبعا عشان الوزير جديد برضو ولسه مش عارفين احتمال يغير في طريقه الاسئله، فطبعا كان دي عامله ضغط طبعا علينا، وكنا خايفين طبعا تحصل اي حاجه يعني من اللي بتحصل من السنين اللي فاتت يعني، بس الحمد لله يعني يا ريت كل امتحانات تيجي زي العربي كده يعني.